فين ده اسمه لوب دي ايه ده الورقه الرابعه بالظبط الورقه الرابعه بالظبط خلاص اسمه سيناريو 2 الرقم ولا بي لا عد ما تبصش على الرقم ده ما تقلش ما تبصش على الرقم اللي تحت عد الورقه الرابعه من قدام ده اسمه سيناريو 2 خلاص لو عايز تبص خلاص طيب السيناريو ده من الاخر عيان جاي لك برسبات داخل بتاع 33 اوكي والبالس اوكسيمتري بتاعته لو كنت عرفت تقيس هتلاقي 70 فشوف ده ضياع وفي فوق ال 90 ال 95 و 90 انت كده بوردر لاين 70 ده سيء جدا ده معناها ان الدم مش واصل مخ هذا الشخص تمام مين فيكم سأل على البالس اوكسيمتري يرفع ايده كده على البالس اوكسيمتري خليك زي ما احنا كنا هتكلم خلاص عشان تشوف بعض كده وتشوف مين اللي نام خلاص طيب فالمهم الشخص ده من كتر ما هو البلس من كتر ما هو دمه دي اوكسجينيتد خلاص فاولا الساتوريشن هتلاقيها قليله ثانيا هتلاقي ان لسانه ازرق البلس اوكسجينيتد من ضمن الفايتال ساينز في الاماكن المختلطه يعني انت عندك فايتال ساينز هنا حد فيكم نزل استقباله قبل كده ارفع ايده طب انتوا هايلين اهو ارفع ايده مش انت قلت انت سنه سته سنه سته قديم لا جديد سته جديد داخلين على الطلبه يعني لسه ما خلصوش سته كويس شاطرين نزلوا استقبال الاستقبال لما النائب يقول للدكتور امتياز فايتالي العيان فايتالي العيان ده فايتالي فايتالي وفايتالي 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 خلاص فيطل فيتني العيال ده خلاص هو بيقصد ايه؟ قصد ضغط غالبا بس غالبا بس طبعا طبعا ده غلط المفروض ان يبقى بلس معاها بسبات الريت ومعاها هارت ريت ومعاها بلس ريت هي دي بقى النقطه اللي ايه؟ التي يفتقد اللي احنا بنفتقدها في استقبالاتنا ما عندناش بلس ريت خلاص؟ دي دلوقتي؟ فعلا؟ بتاعنا؟ يا ما كانش فيه لما انا كنت في استقبال شهر اللي فات يعني شهر 12 مش مخبيه بس مبروك الله ثلاجه طيب يبقى احنا محتاجين ندعمس عليهم المهم البالس اوكسيميتر لو مش موجود او البتاع مريض العهده مرخمه علينا وات مش موجود نعمل ايه؟ الافتكاسه المصريه خلاص اللي هي ساينتفكلي صح ان احنا نبص على التمر مش على اللبس ولا على التشيكس خلاص بس بالمناسبه هتلاقي غالبا لبس التشيكس زاكيه بس انا الساينتفك ان انا ابص على ايه؟ على لسانه مين هنا فكر يبص على لسان من اللي كانوا شغالين دكتور في الراوند في التمثيليه؟ هاي كويس تمام فكرت تبص على لسان فين؟ بدري كده في المرحله دي ولا متاخر شويه؟ عشان خاطر تتخيل ان هو يمنعه ويقفل نفسه خالص حاسس الاول ان هو بدا اه احتماليتك مختلفه بس معاك حق ان انت تبص على لسانك معاك حق معاك يعني النية دي نية جيدة ربنا تقبلها انك تبقى طبيعي ان انا لما اخد لكن هو هيمثل لسانه ازرق ازاي؟ اه طب هو مثل ازرق ولا ما مثلش؟ لا هو فتح بقه بس في وقت الدكتور عمل الصح اهم قول لهم عملت ايه؟ حط غطا القلم طب ده عامل فيه ايه؟ او شاور على حد جنب اللي بيقدره يا جماعه مين؟ خلاص المهم طيب مين فيكم فكر يقيس الضغط؟ مين فيكم فكر يقيس الضغط؟ انا ما بقتش عارف فين اللي جنب حلو طيب مين فيكم فكر يقيس الضغط؟ طيب مين قاسه صح؟ بيتقاس يا جماعه كده اهو ايه الطريقه بتاعتنا المعترف بيها في الكورس لقياس الضغط؟ اول ما اقول لك استك 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 تقوم قايل له ايه؟ ما قالش استك ما تقولش رقم انا بقول لك اهو طيب الهارت ريت بتاعنا 90 تمام؟ لحد هذه المرحله انا بدا لي تاكيكارديا كدكتور سنه كده تاكيكارديا بس لسه ايه؟ ما بصوتش قوي خلاص؟ انما لما ادخل على في مرحله في اي مرحله يعني دخلت على الباس توماس كين لقيتها عامله كده اوبا لا كده اقلق خلاص كده اقلق خلاص الراجل ده
الكوليسترولات الفيلير ومعاها كوما يعني او عنده سبب الريسبيرات دي كومبنسيشن. انا لسه مش عارف انا فيلير ولا مش فيلير، ما عنديش تحاليل، ما عنديش ارتيريال بلد جازز، بس عندي ايفيدنس قوي من ان هو الراجل عنده سنترال ساينوزس ان الريسبيرات دي كومبنسيشن ده سيفير جدا. خلاص لو كمان معايا بقى بالانس اوكسيميتر هبقى شايف متاكد ان الراجل ده ايه يا ريسبيرات فيلير يا يقرب عليه. خلاص لو انت بقى لقيت واحد ومعكش بلس اوكسيميتر بس لسان ازرق والبلس بتاعته عامله كده اهو، خلاص انا هفترض ان الراجل ده ريسبيرتري فيلير انتل موفد اذروايز وعنده ايه ايه اللي في ريسبيرتري فيلير بيعمل ديستربنس في الكونشسنس. نعم كاربون دايوكسيد ناركوزس سي او 2 ناركوزس. خلاص عارفين يعني ايه ناركوزس؟ هي ايه الناركوتكس؟ ناركوتكس فيه مجموعة أدوية اسمها ناركوتكس الملونات. خلاص الراجل ده عامل دماغ سي او 2 خلاص احلى دماغ ممكن واحد يعملها تلاقيه جميل وادي هايدي نار. خلاص تفضل تصحي فيه يا عم الحاج وينام لك تاني، يا عم الحاج وينام لك تاني. خلاص الراجل عنده سي او 2 الشخص ده لازم تتعامل معاه بمنتهى الجدية والحزمة. خلاص الكتكوت حصل بقى هنا، المفروض الراجل ده كنت تحط له على الاقل تحط له اكسجين خلاص بين اقواس حاجه اللي عارفها ما يقولهاش بين اقواس حاجه. خلاص وبعدين تبقى مجهز معاك امبو باك وحاجه من الاثنين، يا اما تخش عليه بالامبو باك فعلا على طول تنتجيت الراجل ده بالامبو باك بلس الماينس تنتجيت على طول على الاسبيرات الريت العالي ده. خلاص ده الافضل. في كتاب مشهور قوي اسمه بول مارينو، بول مارينو من اشهر الكتب في الاي سي يو، في الاي سي يو يعني. خلاص في برضه جمله من اشهر الجمل اللي موجوده في بول مارينو خلاص اللي بتتكلم على وان تو فنتليت عيان، قال لك لما تشك فنتليت. ايه الحلاوه دي؟ خلاص يعني انت لما تشك ان انت محتاج فنتليت او لا فنتليت، لما تشك ان انت محتاج تركب الراجل ده تيوب او تحط له امبو باك تعطيه الامبو باك ايه؟ كيس كده باك كده زي البالونه تبدا تنفخ فيها والفنتيل بتاعها بعد شويه. خلاص لما تشك فنتليت على طول الراجل ده انا شاكك صح ولا لا فنتليت، ده الافضل يعني. افرض انا قلبي جامد قوي لو مفيش فنتليت او مفيش امبو باك او وتفرق انا جاهز اول ما 30 دي تبدا تنزل مني بقى 33 28 20 لا اجري بسرعه وايه فنتليت. ده الراجل ده المفروض يزيد مش يقل صح ولا غلط؟ بارس ده ازرق والساتوريشن بتاعته واطي المفروض ان هو يبدا يكمبنسيت صح ولا لا؟ ده عمال يقل مني. خلاص فبالتالي لما انا قلت لك الكتكوت مين بقى تكتكت وصل لثلاثه؟ طيب يعني قصدي مين من الاخر من اللي كانوا بيمثلوا دكاتره فكروا ان هو يحط امبو باك؟ مين حط امبو باك؟ مين عمل فنتليشن العيان ده؟ طيب كويس ماشي المره الجايه ان شاء الله. طيب بص بقى معلش يعني مش بعد المباشره خالص، انا بس كيب نقط لحد ما نعملها كل الخطوات دي هقولها لك خلاص، بس اصبر بس عليا هبصيلك كل حاجه دلوقتي. خلاص طيب دلوقتي الدور على جروب ايه بصوا عندي جروب بي بصوا في الارض. على فكره السيناريو ده اسمه سيناريو 2 سي مكتوب عنده مكتوب قدام في الورقه بتاعتك على الوش خالص على اول صفحه على اول صفحه قدام، بس احنا لو كنا كلمنا الورق ده من الاول كنت هتقول ايه؟ حرقت ولا ايه؟ انت اقعدي مع مجموعه البنتين دول اصدقاء دول اللي قدامهم اي حد اختاري اي اهم فضيل اقعدي جنبهم بس ممكن تفهموا كل حاجه. انت دخلت في اي حته؟ طيب خش بس معاهم هتنقط ان شاء الله. جربناها قبل كده متاخر ويقعد يركز بس انضم جنبه عشان تفهم اللي حصل. خلاص خليكي مفتحه معاه يعني اعتبري نفسك جروب ايه؟ اعتبري نفسك جروب ايه؟ خلاص؟ جروب ايه بصي معايا. بص يا سيدي الراجل ده عنده بلاش الاسبيراتري بتاعته ثلاثه. انا هنكت. طيب الاسبيراتري بتاعته ايه؟ خلاص؟ وانما ال
أو بس برضو إيه؟ تمام؟ طيب أخبار الـ إيه؟ كده؟ خلاص؟ وأخبارنا إيه هنا؟ كده؟ خلاص؟ طيب وأخبار الـ إيه؟ خدت بالك بقى؟ خدت بالك صح؟ يعني فاهم الـ صح؟ بص بقى لو قال الجملة الأولانية دي فوق يبقى إيه؟ عادي خلاص؟ إنما لو قال الجملة اللي بعدها أو اللي بعد اللي بعدها يعني الاختيار ده أو ده يا إما قال إن هو لو قال إن هو كده كده هو ده اللي إيه؟ اللي كده إنما لو قال بس أو قال ها؟ هيبقى إيه؟ كده وبالتالي هيبقى إيه؟ كتكوت يعني الكتكوت يحصل لو إحنا قلنا السطر التاني بس حد فاهم حاجة؟ السطر الأولاني حلو السطر التاني وحش يتكتكت يتكتكت الإنسان عندما يتقال السطر التاني خلاص هنشوف انتوا حاسين انها حاجة سهلة؟ هنشوف سهلة ولا مش سهلة؟ هنشوف خلاص هنشوف هيقع فيها ولا لا خلاص طيب بالنسبة لل بالنسبة لل ها خلاص ده كان تقريبا بقى كده وبعدين بقى كده وطبعا ده كان ايه؟ هتزعل من غير ما ايه؟ التعبيرات مش تتغير هتعمل ايه؟ وتعد ايه؟ وبعدين بعد كده من غير اي مش عايز ترمش خلاص؟ عايز اعصاب حديد وانت بتمسك خلاص؟ وطبعا ده هي ايه؟ هيبقى كده وده هيبقى كده فاهمين انت مش كده؟ يعني الاخر كله هي ايه؟ خالص انما العيان اول ما دخل كان عامل ازاي؟ كانت مشكلته ودي 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 خلاص؟ انما بقيه الحاجات ما فيهاش مشكله دي ما فيهاش مشكله دي ما فيهاش مشكله دي برضه ما فيهاش مشكله فاهمين قصدي؟ جاهزين؟ السيناريو مكتوب قدامك لو انتوا محتاجين بس ما تبصوش لو هتبصوا لو هتقلبوا الورقه عشان تشوفوا بقيه السيناريو ما تبصوش على اللي بعدين خلاص يلا انطلق ده اسمه تو سي Thank you.
يلا بص بقى ركز معايا ركز معايا ركز معايا العيان ده يا جماعه في الاخر اجيب لك من الاخر شبه قوي العيان اللي فات صح ولا غلط؟ افرق عنه ايه بس؟ افرق عنه ايه؟ انه فولي كونشس ما قلتلكش حتى ان هو عنده شويه نوم لا ده فولي كونشس 4 5 6 اي في ام 4 5 6 خلاص فولي كونشس ولكنه عنده مستويات تدريب سريعه كل ثانيتين تقريبا في نفس تمام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة صح؟ طيب وفي نفس الوقت عنده سايكوزس برضه زي العين اللي فات مين في بيبص على اللسان يرفع ايده يطمني؟ الحمد لله احنا اتطورنا ايوه بس كده اتطورنا طيب مين في بيطلب الدرس اوكسيميتر؟ مين طلبه؟ مين لقاه؟ حد لقاه؟ احنا بنفتكر ان هو مش شغال يا جماعه طيب مش مفروض انا شغال دلوقتي ممكن اشتغل بعدين طيب الضغط والهارت ريت الضغط والهارت ريت ايه؟ كويسين والجهاز الكروس كده يا جماعه الراجل ده فولي كونشس ده الفرق الاساسي زي ما اتفقنا ده الفرق الاساسي الخدعه هنا بقى هذا هو الكتكوت كتير قوي كتير قوي 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 بنقول للممرض يا حماده اسمه حماده او عاطف او نيكي يقول لك الاشهر ثلاثه هم بيجوا الاستدامه يا حماده نعم حط لي اكسجين خلاص العيان خلاص فما هو هيحط اكسجين وهو طبعا المصري الكريم كده فبيحط هو ايه؟ هاي فلو الهاي فلو ده اللي هو بيبقى 10 11 15 لتر تلاقي بتاع العداد ده اللي عليه ليليا ده مترقب خلاص اللو فلو ده اللي هو 3 لتر 4 لتر هتفهم حاجه؟ الراجل ده انديكيتد ان هو ياخد 3 لتر انديكيت جدا ياخد 3 لتر وال 3 لتر ممكن تلبس حياته في عدد انت في كده اقول لك حالا ما كل الكلام ده في دكتوره في دكتور هنا بيرخص في دكتور هنا برضه بترخص ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟ خلاص احنا مش عارفين الكلام ده ايوه ما انت ما تموت انا كل عيان تموته بتتعلم منه تموت هنا ولا تموت في الاستهلاك؟ الحقيقي نموت هنا احسن نموت لنا هنا 100 عيان مش مشكله هو مش عنده في الكلام ده كله على فكره الناس بياخدوه في كتب في مين هنا مخلص سنه سته؟ طيب كلكم اللي مخلصين سته موتوا نفس العيانين صح ولا غلط؟ رغم ان المعلومات انتوا اخدتوها صح ولا غلط؟ بس موتوا العيانين هو ده دي حاجه طبيعيه لان احنا عندنا حاجه اسمها براكتيكال اكسبيرينس حاجه اسمها كده اخد البراكتيكال اكسبيرينس دي وانا بموت العيانين؟ لا خلاص؟ البراكتيكال اكسبيرينس هنا ان واحد اي واحد عنده سنترال ساينوزس خلاص احتمال كبير جدا 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 يكون عنده ايه؟ كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز او كرونيك اي سبب او كرونيك هايبوكسيا وخلاص خلاص الشخص ده عنده كرونيك هايبوكسيا وغالبا عنده كرونيك كاربون دايوكسيد عالي ده الكلاسيك ده اللي اغلبيه الناس اللي هم ساينوز يبقى عندهم كده اغلبيه الناس اللي هو جاي لك باستقبال ساينوز فيه قله قليله من الناس يبقى عنده فرد ديزيز مثلا عنده رايت ليفت شنت عنده سيفير هايبوكسيا ايوه مش قلنا ان هو كانت لسانه ازرق بص في الورقه اللي قدامك وهي عليك حجه خلاص هتلاقي مكتوب خلي 2 سي لا مكتوب بلو تانج ولبس وشيكس اهي اول صفحه من قدام اول ورقه اول اول صفحه من قدام اسمه سيناريو 2 سي اوعى حد يبص على سيناريو غلط ولا اللي جاي عشان ما تفهمهمش لو سمحت خلاص المهم الراجل ده عنده سنتر ساينوس يا رجاله خلاص سنتر ساينوس ده اغلبيه الظن ان هو عنده كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز يعني اغلبيه الظن ان هذا الراجل ايه؟ هذا الراجل ايه؟ بقى له سنين انتوا عارفين النورمال بي سي 2 كام؟ من 35 ل 45 زيها زي البي اتش 7.35 7.45 اللي هي 35 to 45 خلاص؟ الناس دول المفروض الطبيعي يعني اكتر من 45 انا كده عالي اكتر من 60 ده انديكيشن انا عندي ريسبيراتوري فيل او بي او 2 بريشر اوف اكسجين اقل من 60 المهم ان بي سي او 2 بي سي او 2 اكتر من 60 ده انديكيتور ان انا عندي ريسبيراتوري فيلير ولكن الناس دولت ممكن عادي جدا يبقى عايش البي سي او 2 65 70 80 تخيل بقى وممكن ساعات في رعايتنا الغلبانه بما ان احنا عندنا اماكن قليله ويجي لي عيان في الاستقبال مثلا عنده ام اي او عنده ريسبيراتوري فيلير بجد ولازم ادخله رعايه اقول له طلع الغلبان ابو بي سي او 2
85 الاقي نفسي قاعد في القسم كده طالع العيان ماشي على رجليه والبي سي بتاعه ايه 80 اكلم النبي تحت ايه انت بتتبهوا لا خلاص يوم قال لي يا دكتور معلش غصب عننا جالنا عيان تاني ومور انديكيت وبيقرست قدامنا في الاستقبال فدخلنا ده اقول له انا متفهم موقفك حد فاهم حاجه ممكن ناس يعني ممكن نزعل منه حقنا وممكن افهم موقفه حد فاهم حاجه المفروض يروح حاجه زي انتميديت كير او يتحط في الاي سي شويه لحد ما نطمن عليه مثلا معايا الجو ولا لا دخلت في الجو لسه خلاص الجو اللي عايز اوصله لكم ان هو البي سي يو 2 في الناس دول بيبقى عالي كتير ممكن اروحوا بيتهم بس بي سي يو 2 60 65 عادي ويبقى يشتري هوم فنتليتنج ديفايس من انواع كتير خلاص حد فاهم حاجه الشاهد في هذا الامر ايه بقى الشاهد في هذا الامر ان هو الراجل ده عنده كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز اغلب الصدمه خلاص فانت اللي عملته في هذا العيان لما انت قلت له هاي فلو اوكسجين الراجل ده متعود على سي بي تو عالي ولا بيفرق معاه ولا بيضايقه خالص بيتنفس عالي اللي بيخليه يتنفس الهايبوكسيا لما الاكسجين بيقل مني شويه فانت لما تديله اكسجين انت بتلغي الفاكتور الوحيد اللي كان بيديله الشلوت يقول له اشتغل يا سنتر اشتغل الثلاثه سنتر لغيت هذا الشلوت بان انت ريحته خالص وقلت له ايه هاي فلو اوكسجين يا سلام ثلاثة سنتر بيناء خالص بسبب ايه؟ هذا السم اللي انت بتقول الهاي فلو اوكسجين في هذه الحالة بيكون سما سبحان الله خلاص نفس الهاي فلو اوكسجين ده لواحد تاني هو علاج مهم جدا صح ولا لا؟ هو سم من هذا المريض لا في حاجة كمان لو انت قلت كلمة اوكسجين حاف انت برضه بتموت العيان ده لان غالبا لو مرض هيحطه على هاي فلو او انترميديت فلو او حاجة يعني على مزاجه لا في حاجه كمان ده ممكن يحطه على الفلو وفي استقبالاتنا برضه حاجه عملي كده حد خبط الكوع فالفلو يعني فانت محتاج كل شويه ايه تبص على الفلو بتاع عندك ده تكه عملي قوي لاي حد فيك فعلا ضايع شويه في الاستقبال خلاص سواء نايم او سواء امتياز حتى لو انت امتياز يبقى دايما بص ارجع عين على الايه على الـ على الـ على الجهاز انا بكلمك في كلام قد يكون انت حاسس ان هو ايه ده ايه الهبل ده لا ده بقى اهم حاجه هو اهم بقى من كل انك تسمع لي 1000 كوز مش عارف ايه وانك تسمع لي 1000 كوز للسنتر ساينوزس ده اهم لما تيجي تذاكر سنتر ساينوزس اما تيجي بقى تمارس التعامل مع سنتر ساينوزس هو ده بقى اللي فعلا ايه تكات المهمه خلاص طيب هذا الشخص تكتكت عندما لم تضع له لوفلو طب انا ما حطيتش اكسجين خالص للعيان يمكن كان اكتر شويه بس غلط برضه ممكن ده يبقى سبب ان هو برضه ايه يدي كومبنسيت حد فاهم اي حاجه؟ طب انا اعرف كميه اللي هو فلو اكسجين قد ايه يعني؟ 3 لتر ايه؟ اظبطها كده 3 لتر 3 لتر هتلاقي كده 1 2 3 مترقم على الجهاز على بيفكر قد ايه ولا نعم؟ بيفكر قد ايه ده؟ خليها لو فلو لحد ما تاخد المره الجايه هتعمل ايه بقى؟ لا عندك خليها شهرين ثلاثه تعرف فين خلاص؟ هتعرف شويه زياده النهارده قبل ما تمشي دول نعم مش محتاجه تعملي اي جي دلوقتي ليه؟ لا مش محتاجه هتعملي طبعا اول الخطوه اللي بعد دي على طول انك تطلبي اي جي طبعا خلاص ده رد برده على السؤال في مجموعه خطوات ثانيه هتتعمل هقولها لكم بعد شويه صغيرين بس النقطه ان انا لسه مش زي الكتاب بتقلبي الصفحه على الثالثه تجيب الحاجه اللي اتعملت بعد ساعتين انت هنا مش في الكتاب انت هنا مع عيان صح؟ العيان ده ساينوز ممكن يكون في ألف سبب بفترض الأسوأ بفترض إن هو عنده رغم إن هو عنده لوفلو إن هو عنده كرونيك أوبستراكتيف بلمونري ديزيز رغم أني في عيانين كتير ممكن لو هايفلو أفيد في أغلبية الأمراض كمان عشان تبقوا برضه معايا في الصورة اللي هايفلو ما يفرقش يعني مثلا على سبيل المثال واحد جاي لك وعنده خلاص واحد جاي لك وعنده كورنر ايديما صدره دي بقى لك خلاص هاي فلور لو فلو طبعا هاي فلور طبعا هاي فلور طب لو حطيت فلور غلطان خلاص هتقول لي طب انا اعرف مين هقول لك مع الوقت هتلقط خلاص اديك لقط واحد اللي جاي لك بالشكل ده ساينوز وفولي كونشس حاجه اللي جاي لك نفس الشكل بالظبط بس مش فولي كونشس حاجه ثانيه خالص السيناريو اللي فات احنا قلنا تعاملنا معاه بان احنا فكرنا ان احنا انتبيت في اغلب الايه؟ الظن. حد فاهم حاجه؟ قلنا هننتبيت في اغلب الظن. دكتور نعم. هو طيب لو هو هايبوكسيك ده هو ايه؟ هايبوكسيك
الافيليت ولكن ولكن ما تلغيش يعني ده اقدر اخد منه ما تلغيش ان هو ممكن يبقى فيه اسباب ثانيه كتير هنتكلم على الكلام ده شويه بالتفصيل اديني بس انا اقدر افكر في الفيلم بس وصلتي وانا هوصل لك هوصل لحد عنده ان شاء الله خلاص طيب نعم اه ما هديك المفروض ان هو كولابس انا اعمل ايه قولي انت بقى انت المفروض انت تكون عملته في ناس مين هنا لما قلت كتكوت الريسبيرتوري فعلا نزل لثلاثه يعني مين وقع في الفخ؟ مين وقع في الفخ؟ افهم كده بقيت الناس كلها وقعت في الفخ؟ كلنا اللي ما عرفش اللي قال لو في لو اكسجين يرفع ايده اللي قال كلمه طيب الحمد لله كلكم مع بعضكم في الفخ طيب بصوا بقى اللي بالتالي كلكم عينينكم بقى ثلاثه المفروض تكونوا كلكم عملتوا سي بي ار مش هو اللي بيمثل عمل كده 33 نزل بقى 3 مين اللي نزل بقى 3 عمل سي بي ار مين عمل تشست كومبريشنز مين عمل تشست كومبريشنز طيب مين ما عملش كويس مش مشكله تعملوا المره الجايه خلاص بس 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 المفروض ان انا اجيب العصايه دلوقتي المفروض صح عصايه تحيه يا دكتور تحيه يا دكتور اه طيب بص بقى الدور دلوقتي على الاخوه جروب بي جروب بي بص عندي السيناريو ده اسمه سيناريو بي دي سيناريو ايه؟ 2 دي اقلب كده اقلب كده في الصفحات هتلاقي في صفحه فيها خريطه كده وبعد كده سيناريو 2 دي مكتوب شفتوه؟ لقيتوه؟ خلاص خليك معايا هنا بس سيبك من المكتوب عندك المكتوب عندك هو نفس المكتوب عندي بس مش هعرف اتكلم مع بعض بص بقى الراجل ده داخل لك كده اهو داخل لك ايه كده اهو خلاص طيب اخبار ال ايه كده اهو خلاص واخبار ده ايه كده اهو كده اهو بس ايه زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا خلاص اه خدت بالك من ده بقى تمام خدت بالك من دول كده مش اي ها اي خلاص طيب بص بقى على ده ايه رايك كده برضو تمام المفروض ان هو يفكر ان هو يعمل ايه عكرتك طول ما يفكر هو يعمل ايه محدش يحرق بتاع انا بقول لكم خلاص طيب ركز معايا طول ما يفكر ان هو يعمل ايه كده اهو يحط كده ويحط كده وبعد كده خلاص طيب حد فيكم بيعرف يعمل دي ولا لا اللي بيعرف يعملها يطمني ليه اللي مكتوبه دي هو اللي لا دي طلع الفانتي كده يعني اه لا اللي بيعرف يعملها يمثلها خلاص مش هتمثلها غير لو هو ايه عمل اللي انا قلت لك عليه يعني ما نعرفش اه مش مشكله اللي ما يعرفش مش مشكله خلاص طيب بص بقى طيب بص بقى لو هو فكر ان هو يعمل دي براحته خالص هتطلع له ايه كده اهو اتصرف ماليش دعوه ماليش دعوه اتصرف هقول لك ازاي بس برضه بعد كده خلاص طيب بص بقى الراجل ده لو هو عمل كده او كده او كده عادي مشكله خلاص بس لو هو ما اداش ده لحد ما يخرج الكاكوت خلاص هتعمل ده هيجي كده اهو وبعد كده اهو وده برضه هيعمل كده اهو كده اهو وده زي ما انتوا عارفين متعودين اتفقنا؟ واضحه؟ 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 اخر حته بعد ايه؟ نعم؟ اخر حته بعد ايه؟ يعني اخر تفاصيل لسه ايه اللي بيحصل؟ تاني اهو تاني تاني الراجل ده كل مشكلته في الحياه في الواقع كل مشكلته وكل الحاجه اللي ابنورمال عنده اللي باينه ابنورمال يعني هي دي بس كل الباقي حتى الان مش باين قوي خلاص كل الباقي ده نيجاتيف 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 مكتوب عندكم كل الكلام ده خلاص الحاجه الوحيده اللي هتلاقي فيها مشكله ثانيه هي هي دي لو دور عليها خلاص
طيب وبعدين وبعدين لو هو بقى قال الحاجات دي كلها برضه مفيش مشكله، بس هو لو ما عملش كده لحد ما هديك الكود انت هتعمل ايه؟ خلاص اتفقنا؟ جاهزين؟ يلا كده خلاص راحه يلا سمعتك على جاست في اي حته في هذا
قلت له حته ثانيه. الله دي مش في حته واحده، ده في حته، ده في كل حته. طب ورا الناحيه الثانيه خلاص. الراجل ده عنده سيفلنت فرانكاي من النوع الجنرالايزد، مين اللي اسفايلاته عنده جنرالايزد سيفلنت فرانكاي خلاص. مين اللي اسفايلاته؟ خلاص لو انا سمعت في نفس العيان ده بدل ما اسمع كده سمعت كده ايه يا عم خوفتنا. طب الناحيه الثانيه كل حته جنرالايز سونارس رونكاي ولا يفرق معايا اي حاجه خلاص عادي. الراجل ده برضه عامل ايه؟ نفس المشكله خلاص. طب لو نفس العيان سمعت انا في كده اهو بص الاسبيريشن اهي ودي الاسبيريشن خلاص. ايه رايك الراجل ده ايه؟ نفس الحاجه بس مستوى اعلى. ده بقى بستركت لدرجه ان انا مش سامع الانسبيريشن خلاص. انتوا عارفين ان البرونكاي بتبقى اوسع سنه في الانسبيريشن فطلع شويه صوت. جيت في الانسبيريشن دائم مش سامع اي صوت بقى سرسوم هواء صغير جدا. طب الرجل على السكاده برضه شفناها بنشوفها كتير. عايز يقول لك عامل كده سامحك يا دوبك مش اللقاء اللي قصادنا لا خلاص سامع يا دوبك او مش سامع خالص كده اهو. ده سيفير اوبستراكشن لدرجه ان انت مش سامع اصلا اي حاجه ولا يهزني. هو الراجل ده مش فولي كونشس خلاص مش اورينتد مش سبيسيفيك بس بتاع 33 كل الاحوال. الراجل ده محتاج مني ايه؟ كده اهو. هتحط له لو فلو اكسجين. لو حطيت له هاي فلو او اكسجين ما حصلش مصيبه ما موتوش بس انت غلطان تمام. يعني انت محتاج تحط له لو فلو اكسجين. الراجل لسه مش مشخصه. الراجل ده عنده اسبيراتوري اوبستراكشن لسه انا مش مشخص سببها. احتمال كبير يكون البي سي او2 بتاعه عالي. هتفهم حاجه؟ خلاص مش معنى ان كده في السيناريو نو بروبلم. في السيناريو مش نو بروبلم في الايه؟ كخطا عنده تمام؟ ما حصلش مشكله لان هو جاي لك في حاله جيده. انت نيمته بس لسه ما تنيلش لدرجه ان هو قرست مني في السيناريو. اوكي؟ طيب الاسبيراتيف بتاعه لو انا اديت له برونكو دايليتس اللي هو العلاج الصح ده عندنا في الاستجارات اسمه فاربرين ده بيتا 2 ستيميولنت. في دواء عندنا اسمه اتروفنت اللي هو باراسيتاتوليتيك خلاص. الدوائين دول النشره الرئويه اللي عندنا في الاستقبال نحطهم في جهاز نيبولايزر نعمل نيبولايزيشن لهذا المريض يفك مننا ويسلم علينا يبص من هنا ومن هنا لو احنا من نفس الجندر ويروح خلاص. حد فيكم شاف المرضى ده في الاستقبال يرفع ايده؟ عشان كده انت شخصتهم كويس تمام. يلا بيقول ايه؟ اخر سيناريو ناخد بريك. ولا تحب ناخد بريك الاول؟ السيناريو ده ناخد بريك خلاص. جروب ايه بص عندي؟ جروب ايه بص عندي؟ هتلاقي السيناريو ده مكتوب عندك في الورق اسمه سيناريو ثلاثة. سيناريو ايه ثلاثة؟ في الورقة الثانية من قدام. السيناريو ده جديد. السيناريو ده هيعجبكم. ركز معايا. بص بقى الراجل ده داخل عامل كده اهو. ماشي؟ بس بقى كده اهو. خلاص؟ طيب ده كده اهو. حتى لو طلبوا اديهوا له بقى زي بعض. مش كده؟ خلاص؟ طيب بالنسبه لل كده اهو مش هنقول له غير لو قال لنا انتوا عارفين. خلاص؟ خلاص وده كده اهو. ولو طلب هنقول له ان احنا كده اهو. خلاص لو طلب هنقول له ان احنا كده اهو. اوكي؟ طيب هي دي بقى الحته بقى. لو انه
طلبش ان هو يقيس ده. لو انه ما طلبش ان هو يقيس ده خلال ده طبعا ده هيقول ان انا هاستميت كده وما يلوم كتكوت. خلاص عند الكتكوت هي ايه الانسان هي كده الانسان هي ايه هي كده يعني بتعمل كده اهو اللي بصين في الارض يبص كويس محدش يعمل عبيط. خلاص هتعمل كده اهو ايه هنا وهنا وهتعمل كده اهو هتعمل كده اهو ازاي اهو خلاص وده عندك هيعمل ايه ده اهو محدش يمثل اي كلام مثل عيلة خلاص تمام والمفروض ان انت تعمل كده اهو كمان عشان برضه تعبر عن مشاعرك كتير خلاص انت هتحس كده على فكره ساعتها وانت خلاص طيب جاهزين ولا اقول تاني من الاخر ايه ده هو ده الكتكوت الكتكوت ان احنا ايه المفروض ان احنا نعمل كده خلاص ما عملش كده ولما هعمل كده هلاقيه ايه مش كده ولا حاجه هلاقيه كده اهو هي دي مشكله العيان فاهمين قصدي خلاص تمام طبعا اكيد الدرجه بتاعتك عامله كده اهو خلاص والحاجات دي كلها عندي كلها ايه يعني في واحده منهم مضروبه سنه بسيطه بس مش مشكله مش هي دي المشكله الاساسيه اللي عندي خلاص دي محطوطه في خدعه اخر واحد بتعزينا شويه دي المفروض سنه بس مش مشكله ممكن بس ممكن يكون كان اصله مثلا جاهزين؟ يلا جاهزين؟ هتتبسطوا قوي كل حاجه مشبوكه سيناريو خلاص المهم ان انت تقف في فخ
خلاص طبعا المفروض ان هو على العالي شويه 100 مثلا 110 خلاص. طيب هتبص على الجهاز كوما سكيل هتلاقيه ايه؟ لا مش مظبوط. مين عامل جهاز كوما سكيل في العالي؟ مين عامل في العالي؟ كويس مشكله خلاص. هتتضرب القصه دي قصه حقيقيه حصلت لي وانا نايم جونيور خلاص وعيان عندي في الاسم. والعيان ده مرتب دهلي الحق دكتور فلان عم فلان بيتشنج او عم فلان سوري بيتشنج ساعتها عم فلان دخل في غيبوبه خلاص. قبل ما رحت وبعدين ايه عم الراجل ده اصلا كان داخل ستروك يعني ما كانش عارف كان فولي كونشس ايه المشكله اللي عنده خلاص. لسه بنعمل اسسمنت بقيس ضغط يجي على الباس الباس كويس. راحت الممرضه المركزه خلاص هي اللي قالت لي ما تيجي نقيس السكر كده قلت لها طبعا صح معاك حق يلا نقيس السكر خلاص. ما فيش نقيس السكر من هنا شكت المليونات راح الراجل ايه ضرب الباس خلاص. طبعا الراجل ده ادمتت في المستشفى طبعا مراكب كامله قمنا فاقعين ايه الراجل ده المفروض جلوكوز انسولين سكره كان 40 يا دكتور المفروض الطبيعي بتاعنا من 70 ل 100 اقل من 60 اقل من 50 المفروض ان احنا ندي على طول الجلوكوز هي للحفظ وللسهوله احفظ رقم 50 سكر اقل من 50 على طول ادي 50 سم سكر 50% خلاص. المشكله في مصر عندنا ان احنا ما عندناش سكر ابو 50% عندنا ابو 25%. طب نعمل ايه؟ بالذكاء بالذكاء 100 سم نعم 100 سم الله ينور عليك خلاص. يبقى انا هدي 100 سم الى 25% بما ان التركيز قل هزود شويه الكميه. هتفهم حاجه؟ خلاص؟ والله العظيم يا اولاد مجرد ما ادينا الراجل ده ال 100 سم مفيش يا دوبك خلصوا كده راح ايه؟ البلز هدي بسرعه جدا وبعدين لقينا الراجل اولموست على طول معجزه خلاص عارف معجزه بنشوفها قدامك راجل في الكوره مش فاهم حاجه وبيكون بلص هو بيكون بلص بلص جنبي خلاص وايه السكر رخم من هنا والراجل ايه فاق من هنا وبقى زي الفل خلاص. ده عيان حد كويس بهذا السيناريو ابقى انا كده ابقى انا كده ايه وصلت له الجزء نعم وقال لي 10 معاه حق ان هو للاسف تعبان ومعاه حق ان هو للاسف مسكين خلاص. وده احسن تاني حل بعد الجلوكوز خلاص. لان انت لو انت كنت اديت جلوكوز لو انت كنت اديت جلوكوز غالبا قبل ما تكون لحقت تفضي تفتح الدولاب بتاع الادويه اللي هي غالبا هتبقى غاليه شويه فهتنشرها في حته جوه شويه او لو حتى عندك تمويل اللي هو دايزفان او حاجه متوفره اكتر شويه غالبا الحاجات دي على ما تكون جبتها هيبقى اسرع لك 100 مره ان انت تكون اديت الايه؟ الجلوكوز. ولو انت اديت الحاجات دي وانت مش معالج السبب غالبا ايه؟ يا اما مش هيسبوند معاك او هيحصل له ريكارنس. هو العلاج المثالي لهذا المريض هو ايه؟ انك تدي الجلوكوز. طبعا احنا عندنا في موضوع كبير تاني اسمه موضوع كونفرنس مش بتكلم فيه النهارده ان شاء الله ده ممكن يكون في ايه في الجزء الثاني. بصوا بقى عند هذه المرحله من السيناريوهات خلاص كل خطوه في الالجوريزم محطوط لها سيناريو عشان تموتوا عيال هتفتكروه. ده دي الخطه بتاعه الايه دي الخطه بتاعه اليوم بتاعه الايام خلاص. فاكرين مين اللي احنا موتناه هنا ولا مش فاكرين؟ الراجل اللي موتناه هنا هو الراجل اللي احنا قلنا 30 ثانيه اللي احنا المفروض ان احنا نعمل له جاله سي بي ار اللي هو كان بيتنفس 10 بس في الدقيقه بس مفيش بلس وانا حط الجاله واعمل له سي بي ار اهو مات خلاص. المفروض ان انا ايه اي حد اديني الثاني من الاول اي حد اديني انكونشس وعملت شيكن شوت طلع هنا كده ان ريسبونسيف فورا اعمل اي سي بين اقواس اي ودي بين اقواس انما هي المهم فيها سي بدات اعمل سي بي ار خلاص. طيب طلع الحمد لله ان الثلاثه دول موجودين ودي كل السيناريوهات اللي انتوا عملتوهم دلوقتي المفروض ان انت تكون عملت شيك اب شاوت. انا ما بتكلمش على النقطه دي وانا بسالكم
فهسألها كل وقت انتوا مين فيكم في السيناريوهات اللي كان فيها حد كوما عمل شيك شارد اول خطوه يبقى تيجي يعترف؟ طيب خلاص المفروض كنت اسالك في كل واحد من السيناريوهات اللي فاتت كل سيناريو من اللي فات دول اللي كان انت داخل على واحد ما بيتكلمش قدامك زي ما انا بكلمك كده على طول تعمل له ايه؟ شيك اند شارد خلاص؟ ولو انت عملت شيك اند شارد وطلع الاول خالص كده ريسبونسيف هتكون جاي هنا او لو طلع اند ريسبونسيف بس طلع في اير ويزنج سيركيليشن الاجابه صح هتكون جاي فين؟ على هنا اللي انا مسميه هاي ريسك الجوريزم اللي انا فيه بدور على اي بي سي دي بس ارقام خلاص انا قلبت من اجابات صح غلط مش لجمل بس قلبت الارقام خلاص ارقامي ايه لو حد فيكم مركز كان في ارقام في البي ايه ارقام البي البريذنج ايه يعني ايه يعني البريذنج ايه ارقام البريذنج استعدت الريت مثلتوها خلاص في ثلاثة سيناريوز كان كل مره بدرجات مختلفه عن الايه من السيفيريتي الدرجات السيفيريتي دي احنا حددناها عن طريق الايه سيناريو 2A و2B و2C انا مسميهم كلهم 2 عشان كلهم شبه بعض خلاص سيناريو 2 سيناريو 1 احنا قلنا اللي احنا موتنا فيه العيان عشان ما عملناش تشيست كومبريشن سيناريو 2 ده السيناريو بتاع البي بتاع البريدنج خلاص الثلاثه كان عندهم مشكله في البريدنج كانوا عاليين بس كانت الفارق ما بينهم هو ايه؟ البالس اوكسيمتري البالس اوكسيمتري البالس اوكسيمتري كان في واحد نيله معاه كان في اثنين منهم في الواقع نيله كان ازرق خالص كوبيا خلاص وكان عندهم واحد كان عنده سبيراتيك فيلير معاها كاربون دايوكسيد ناركوزس والتاني كان احسن منه شويه عنده سبيراتيك فيلير برضه بس لسه ما دخلش في مرحله كاربون دايوكسيد ناركوزس وكان في واحد منهم عنده ايه؟ بس برونكو كونستريكشن خلاص او برونكو كونستريكشن او برونكو كونستريكشن اي حاجه قلنا كلهم في الاخر ايه؟ ما عندوش سبيراتيك فيلير السيناريو اللي بعد كده ما كانش في السي كان في الدي اللي هو بتاع الراجل اللي هو جاله ايه؟ كونفالجنس الراجل اللي جاله كونفالجنس ده عنده مشكله في ايه؟ في السكر بيحط هم في المانيوال بتاع اليوروبيان ريستيشن كانسل اللي احنا بندرسه في الكورس بتاع اليوروبيان ريستيشن كانسل بتاع الادفانس لايف سبورت او الاميديت لايف سبورت اللي كلكم هتاخدوها في الامتياز هتفتحوا المانيوال ده وانتم بتذاكروا كده خلاص هتلاقوا مكتوب فيها ان ايه؟ دي اللي ديسابيلتي يقصد بيها الكوما بس اول حاجه بدور فيها على الكوما قبل ما ادور حتى على جلاس كوما سكيل قبل جلاس كوما سكيل على فكره ده الدرس بتاع السيناريو اللي فات على طول اما اجي اقيس اقيم الكوما اهم حاجه اقيم الكوما بيها وفيها هي في الواقع ليست مستوى الكوما اذا وانا لما اجي اقيم الكوما ما اقيمش مستوى الكوما ايوه على عكس البي والسي البي انا دايما بقيسهم بقيس البليدنج نفسه بقيس السيركيليشن نفسه لا الديسابيلتي من خطوره السبب اللي هو اسمه هايبوجلايسيميا اللي هو بيعمل irreversible brain damage خلال دقائق زيه زي الهايبوكسيا بالظبط وزيه زي النقص في الضغط بالظبط اي حاجه تؤدي الى ان في نيوترينز او اكسجين مش واصله للمستخدم النهائي بتاع اللي هو التشوز هتؤدي الى irreversible brain damage خلاص ولذلك من خطورتها حطوها في الدي الهايبوجلايسيميا شوية سيناريوهات مهمة جدا
وشوية حاجات بالنسبة لرياضنا الكام يوم اللي جايين بكرة وبعد بكرة. لو عايز انا داخل من يطلع من هنا.